أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي. اليوم خرج قرار جديد من الخارجية للهجرة بخصوص القرعة الأمريكية 2022، قرار مفرح ومهم. يقول أنه لم يعد على الفائزين إرسال وثائقهم إلى مركز كنتاكي، بمعنى أن كنتاكي لن تطلب منك إرسال الوثائق. بمعنى آخر، عندما يتم مراجعة DS-260 ويكون ملفك مؤهل للمقابلة ورقمك جاهز في النشرة، في يعني أقصد في نشرة فيزا بولتن، سيتم إرسال ملفك إلى القنصلية أو السفارة وستتوصل برسالة موعد. بمعنى سيصلك رسالة إلى إيميلك الخاص تخبرك بالذهاب إلى الموقع الذي عرفت فيه أنك فائز في القرعة أول مرة. ستجد هذه الرسالة الفوز قد تحولت إلى رسالة موعد. للإضافة، عند يوم المقابلة الوثائق تكون مطلوبة ويجب عليك إحضارها معك ليوم المقابلة. هذا القرار أيضا يهم ومهم جدا للفائزين في الديفي 2021 والديفي 2020 الذين ينتظرون أيضا مقابلتهم في انتظار قرار من المحكمة وكذلك قرار الخارجية الأمريكية بصرف التأشيرات المحفوظة وكذلك قرار الكونغرس الذي يهمنا بالدرجة الأولى للمصادقة عليه، الذي لازلنا ننتظر بفارغ الصبر رد منهم وكذلك التصويت عليه. لحد الساعة لا نعلم متى يكون التصويت بهذا الشأن، فيعني أتوقع شخصيا أن يكون أخبار مفرحة في هذا الأسبوع بحول الله. لماذا هذا القرار المفاجئ الجديد؟ من خلال وجهة نظري الشخصي واعتقادي الشخصي، أرى أنه الخارجية للهجرة وكنتاكي تريد تسريع وسيلة معالجة الملفات بأسرع وسيلة ممكنة والتفادي التراكم الحاصل في القنصليات والسفارات. وكما سمعت مؤخرا على لسان أحد مسؤولين في قنصلية المكسيك، كان لقاء متداول مع مركز الهجرة ولقاء مع مسؤول في قنصلية المكسيك، أنه كثير من الناس لم يتوصلوا برسالة الموعد بسبب مشكل في نظام أي في نظام السيستم عند مركز الهجرة للتأشيرات NVC. والتجأت هذه القنصلية إلى إرسال والاتصال بالمعنيين بالمقابلة مباشرة، كما تم إعطاء الصلاحية للقنصلية بإخبار الناس بالمواعيد، هذا في سفارة المكسيك. وهذا الأمر أيضا أكدته سفارة أوزباكستان اليوم بخصوص مواعيد القرعة الأمريكية، وأكدت بأن المشكل في جميع في بعض السفارات العالم كلها، وأنه سيتم برمجة المواعيد القرعة الأمريكية في أوزباكستان في شهر فبراير. ستجدون المصدر هذا الأمر في أسفل الفيديو. شيء آخر، اليوم والحمد لله سمعنا مقابلات جديدة في سفارة أو قنصلية الجزائر لشهر يناير، هذا الأمر يبشر بخير إن شاء الله. السبب الآخر، يعني في السابق أي في القرعة الأمريكية 2021 وقع مشكل في نظام استقبال الوثائق، وحدث لهم مشكل أي تراكم بسبب كثرة الرسائل والوثائق والملفات الكبيرة التي كانت تأتي بالجملة على مركز كنتاكي. هذا القرار يعني كنت شخصيا أتمناه أن يكون في تلك الفترة للتفادي هذه المشاكل وتسريع مهمة الديبي 2021، أي كما كانت القرعة الأمريكية سابقا ترسل الدياس فقط ثم تنتظر موعد المقابلة. والحمد لله اليوم تم الاستغناء عن هذا الأمر
نتمنى أن يسهل هذا الأمر أمور وملفات وتسريع وتيرة المقابلات. أرى أن هذا الأمر إيجابي جدا، سيساهم بشكل كبير تفادي المشكل التأخير والتراكم الحاصل في السفارات وخصوصا القرعة الأمريكية. السبب الآخر ربما أن كنتاكي متأخرة جدا في دراسة الملفات الدئاس، لذلك التجأت إلى التخلي عن استقبال الوثائق لكي تسهل عليها طريقة العمل وتجعل الموظفين لديهم يشتغلون فقط على دراسة الدئاس وإجابة على الاستفسارات. للإشارة فقط، في مركز كنتاكي هناك 4 أقسام للعمل: قسم خاص بمعالجة الوثائق، قسم خاص بالرد على الاستفسارات، وقسم خاص بجدولة المقابلات، وقسم خاص بنقل وتحويل ملفات الجاهزة إلى القنصلية. هذا الكلام من مصدر تقرير الخارجية، أي مركز كنتاكي، التي صرحت به وشرحت طريقة عمل مركز كنتاكي، والتي فصلت فيه كيف يتعاملون مع الملفات إلى آخره. على أي حال، هذا الخبر مهم جدا ومفرح للجميع. نتمنى إن شاء الله أن نرى تحسن وتطور لتسريع وتيرة الملفات كذلك. كذلك نتمنى أن نسمع أخبار مفرحة بخصوص مشروع الهجرة الذي ينتظره الكثير من الناس، وخصوصا DB20 والDB21. على أي، نتمنى خير للجميع وربي يسر للجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.